خبز مافين، تدفئة مافين، كهرباء مافين، خدمات مافين. نوقف على الفرن الساعة 6:11:30 ما بيجينا دور، ما بيجي جيش الحرب ياخذ خبز، ما بوقف على الدور. نحن ما نعرف يا خيو نحن بالجبهة، يعني نحن ولادنا ما بالجبهة، نحن ما ناكل، ولادنا ما أهم الجبهة، الأطفال بيفهموا، خمس ولاد صغار صغيرة كبيرة بفهم، شغل ما في، عايشين. على أساس نحن نلوح ضايم يجينا أكواس، شايف نفس الشيء. حكينا مع جيش الحرب شاو عبضوب، هذا حكي بضبنا كا عضوا ولادهم، أضغم ولادهم والله ضربنا والله 17 سنة شريطة روسية هيك بعد حوالي واقف ستة أو بعد نحن بالجبهة طبيعي أصلا صغار جبهة ما جبهة فهمنا ولا كهرباء ولا مازوت ولا غاز عايشين هوني يعني بدنا نطلع بغاد حرب ما نطلعين باقيين هوني ونموت ما نسيبا أكثر من هيك حاج تعبنا حريب أطفال ما في نروح المعونات إني أحساس حريب أطفال عندي بنتي عمرها سنة أخطم على الحريب شمام عايشتية صراحة كيس حريب النيدو 500 طرامة معايشتية بيكي وأشهر عمري بيكي وأشهر عمري وصوه وهي الزبال وهي مرض هيك عايشين هاي حياتنا هاي حياتنا وين ما كان شو لا يقول مساعدات ولا يقول والله عم نبعث مساعدات ما بعثوا شيء اي فعربك احسن شيء عايشين بين القصف بين الغش وين الحمد لله بقى مين الصح ومين الغلط ما عم نعرف احسن شيء ما عم نعرف مين الصح ومين الغلط